الرضاعة يا دكتور، كفاية بقى كلام عن التخسيس، كلمنا عن الرضاعة يا دكتور والناس اللي عايزة تخس والناس اللي واخدة حجج كبيرة جدا عشان خاطر ابنها او بنتها، وبتبعد عن الدايت او بتبعد عن تنظيم الحياة عشان خاطر الرضاعة. انا دكتور احمد عبد الباري، وانت بتتفرج على البيج هتعرف توصل لمنظومة حياتك ويكون في حرقك مستمر. الرضاعة يا دكتور. مبدئيا كده يا جماعة، عشان تبقى انت عارف ابنك محتاج ايه في اول سنتين من عمره، محتاج جهاز المناعة يزيد قوي ويقوى، وربنا سبحانه وتعالى قالك في طعمه عامين، يعني لازم حضرتك تديله لبن حضرتك لمدة ايه 2 عام عشان جهاز المناعة يقوى. ومعظم امراض المستقبل، ثانية واحدة بس اصب الايه القهوة، معظم امراض المستقبل من امراض الضغط الدم وسكر الدم ومقاومة الانسولين وزيادة الوزن الناس اللي بترضع لبن صناعي. فلذلك احنا لازم نهتم بالفترة دي، وفي طعمه عامين لازم نهتم بالسنتين دول عامين، لازم نكمل السنتين على وجه اكمل ان احنا نبقى بنرضع ابننا رضاعة طبيعية، مفيش رضاعة صناعية، عشان جهاز المناعة يقوى وعشان نحميه في امراض المستقبل اللي هي عند سن 30 وسن 40، ضغط الدم وسكر الدم ومقاومة الانسولين. فلذلك تأسيس الفترة ديت لابنك او بنتك في الفترة دي مهمة جدا، ولكن التأسيس الصح اللي مبني على اساس علمي صح، السوائل والخضروات والفواكه، الثلاث حاجات دول وشربك للماء فترة طويلة جدا في الفترة دي هو اللي هيمد جسم ابنك باللبن اللي محتاجه، اللي ربنا سبحانه وتعالى مدهوله في صورة طاقة ليه. طب يا دكتور انا ما برضعش يا دكتور، ده اكبر غلط، لازم تخلي الرضاعة تكون طبيعية. طب يا دكتور انا ينفع اعمل دايت؟ الاجابة نعم، لان اصلا اكلك عشان ترضعي كويس، ثانية واحدة، لازم تهتمي بالخضار وتهتمي جزء كبير بروتين والسوائل، تتشرب كتير جدا، ونبعد بقى عن السكريات، نبعد بقى خالص عن السكريات والحلويات عشان ديت اعتقادا منكم انها بتضر لبن. لا، احنا نهتم بالسكريات اللي موجودة في الفاكهة، نهتم بالسكريات اللي موجودة في الخضار، نهتم بالسكريات، ممكن سكر دايت امن على الصحة يكون ستيفيا الاصلي، ما كانش كده ما نفردش في السكر. الحليب ياخده كامل الدسم وبرضه ناخده بعد الاكل عشان امتصاصه يقل، زي ما انتم فاهمين ان الحليب ما ينفعش يتاخد على معده فاضيه عشان هيرفع معاكي هرمون الانسولين، لان المبدا واحد في كل نظام غذائي او كل منظومه، لازم اعمل استقرار لهرمون الانسولين، عشان هرمون الانسولين هو لما يستقر حرقك هيبقى شغال حلو جدا ومستمر. بس انت بترضعي لازم ترفعي شويه في الكربوهيدرات من الفواكه والالبان والزبادي، ويتاخدوا بعد الاكل عشان ما تستفزيش هرمون الانسولين، وتعملي صيام مش اقل من 8 ساعات. طبعا فتره الرضاعه بتبقى فتره مضطربه في النوم، الارق رهيب جدا ويومكم مقلوب عشان خاطر ولادكم، فلازم نسايس امورنا. يعني ايه نسايس امورنا؟ يعني لو ابنك بيسهرك الليل كله خلاص، يبقى انت برضو هتحاولي فترة الليل دي تقضيها سوائل خلاص، وتقضيها مثلا وجبات منخفضة السعرات الحرارية، بلاش نشويات فترة الليل، خلي نشوياتك فترة الصباح. بالليل يا دكتور اكل ايه؟ ممكن اكل وجبات بسيطة كده، بيض بخس بلدي، فول بشوية خس، وخضره وخيار وفلفل اخضر وفلفل الوان وجزر، بحيث ان انا ما ارفعش هرمون الانسولين فتره الليل، وما اخدش اللبن فتره الليل، لان اللبن بيرفع الانسولين والانسولين محتاج حركه، وبالليل هيبقى فيه رضاعه فقط. مع العلم طبعا ان الرضاعه طبعا بتحرق اصلا، بتزود الكالوريز بتاعتك اللي بتفقديها وانت بترضعي، عكس ما انت ما بترضعيش، يعني انت حرقك عالي وانت بترضعي. ده ليه بقى؟ لانك انت عندك شايله حد في عنقك، امانه في رقبتك بتاكليه، فهو بياخد من سعراتك. فلازم حضرتك تتغذي تغذيه جيده، تهتم بالبروتين، الاسماك،
اوميجا 3 مهمه جدا ودي موجوده في الاسماك. ولازم وانتوا بتخسوا طبعا يا شطار لازم تقللوا ايه حجم النشويات شويه. يعني اعتقادا من الناس انها تقطع نشويات في فتره الرضاعه عشان تخس اسرع ممكن تعمليها مفيش مشاكل، بس لازم بناء على ذلك ايه لازم تعويض الالكترولايتس الصوديوم والبوتاسيوم في الاملاح. ولكن انا ما انصحش في الرضاعه ان احنا نخش على لو كارب دايتس، انصح بهرم غذائي تاخد نشويات فتره الصبح اللي هي الاعتماد الطاقه الاساسي تكون نشويات صديقه زي التوست البني زي الارز البني زي الفريكو بكميه معتدله، وتخلي الفاكهه والحليب يتاخدوا بعد الاكل خلاص، ونكتر من الخضار قوي قوي قوي. طب يا دكتور اشرب قهوه وشاي او نسكافيه وهل هي غلط على البيبي؟ الافراط في الكلام ده غلط على البيبي خلاص، ولكن الاعتدال واستشاره طبيبك افضل بكتير جدا من انك انت تاخدي قهوه كتير او نسكافيه كتير عشان خاطر ابنك برضو يخش له اللبن بتاعه يبقى عناصر الغذائيه بتاعت يومه كويس جدا. طب ابدا اكل ابني امتى يا دكتور؟ الكتاب بيقول ايه؟ الكتاب بيقول ان احنا اول 6 شهور اصلا مفروض ما ياخدش ميه اصلا. ده الكتاب اللي بيقول، مش انا اللي بقول، ده الكتاب الطبي العلمي بيقول كده. طب يا دكتور اديله لبن؟ اديله لبن، لبن الام. لو كان في الا من كان مستشير طبيب اطفال معاها وده بدا يدخل له اكل من قبل 6 شهور احنا ما عندناش مشاكل من النقطه دي، بس يكون تحت اشراف طبيب اطفال. لكن الكتاب بيقول ان اول 6 شهور مفروض اخره لبن الام. فنصيحتي ليكم الفيديو دوت عشان الامهات جميعها تراعي ربنا في ولادها وفي جهاز مناعتهم المستقبلي وحمايتهم من الامراض، لازم تعمل له وفي طعمه عامين، يبقى لازم ادي ابني 2 سنين لبن الام عشان احافظ على صحته. وعشان حرقك يبقى عالي لازم اخد ميه كتير واكل خضره كتير واهتم بالبروتين والجزء الاكبر فاكهه. يعني هتاخدي بتاع حوالي 4-5 ثمرات فواكه، جميع انواع الفاكهه معانا، ولكن الاعتدال من البرتقال واليوسفي والكاكا والبلح والعنب يتمنع لو احنا في فتره الصيف. لو احنا في فتره الشتاء يبقى احنا ايه نعتدل في البرتقال واليوسفي، ونهتم بالفواكه الجلايسيميك اندكس بتاعها يكون منخفض زي الموز زي التفاح زي الفراوله زي التوت البري. نحاول نجيب الحاجه اورجانيك، ما نحاولش نلاقي نجيب الفراوله مثلا تلاقيها كبيره كده ومجعلصه وتبقى انت واثق 100% انها محقونه هرمونات واروح اشتريها. اي نعم ان الفراوله اقل السعرات ولكن صحتك بالدنيا. اخطاء تحدث في الرضاعه واخطاء مهمه جدا لازم حضرتك تبقى انت واخده بالك منها. مبدئيا كده لو دخلت في صيام متقطع اكتر من 16 ساعه ده اكبر غلط، لان الكيتونز هتفرز في دمك والكيتونز ديت هتبقى احدى مسببات غلق الشهيه لابنك، وممكن يرفض الطعام بتاعك ويبدا يخش في اعراض فقد الشهيه. وده بفعل ايه؟ ان الكبد بدا يحرر الدهون بصوره عاليه في دمك بدات تنزل للحليب بتاعه اللي بياخده. فلذلك الصيام المتقطع اعملوه بحذر شديد جدا. متابعه اعراض غلق الشهيه لابنك عرض مهم جدا لازم انت تاخدي بالك منه. وعامه انا انصح الناس بالصيام 8-9 ساعات اللي هم اثناء فترة النوم فقط لا غير، وانصحكم ان انتوا تاخدوا وجبات كاملة خلاص صغيرة تكون اساسها في الاول خضار وبروتين، ثم ثانويها فاكهة او حليب او زبادي، ونكتر من شرب المية وناخدوا المكملات الغذائية. اديني قلت اهو، اديني قلت عشان يبقى انا كده وفيت في وكفيت في عام 2021 للجميع في صفحتي نطلع عالم رشاقه. شير لايك سبسكرايب وما تنساش تفعل جرس القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.